اهلا بيك زميلي محمد الليسي مره تانية لضيوفك الكرام كل مشاهدي ملعب الاهلي. معايا كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. كابتن طارق ببارك لك طبعا على الفوز النهارده، وان كان شريف لم يختبر الا في كورتين لكنه اعتقد كان متميز فيهم وتعامل معاهم بشكل كويس. يا ريت تكلمنا عن الكورتين وخاصه ان هم كانوا كورتين قريبين جدا وكان رد فعله عالي قوي. يا الحمد لله. طبعا الاول الف مبروك على المكسب، وطبعا الحمد لله رب العالمين في ظروف صعبه زي ما بقول دايما ان احنا لسه برضو لم يكتمل الناس المصابين او الناس الاعراض، ففي ظروف صعبه ولكن الحمد لله مكسب كويس. شريف في الشوط الثاني يمكن هو اختبر في الشوط الثاني، الشوط الاول ما كانش فيه اختبار خالص. الشوط الاولاني الشوط الثاني فيه اكتر من كوره، فيه كورتين اللي ورا بعض، في بالذات في واحده فيها رياكشن عالي جدا اللي هي كانت كورنر وحطها تقريبا عرف السيد، فدي يمكن ديت هي كره المباراه يعني. فبشكل عام الحمد لله شريف مركز والحمد لله فايق في بقاله فتره الحمد لله، فاتمنى اللي جاي طبعا يبقى افضل لشريف ان شاء الله وافضل للفريق باذن الله. عايز انا طبعا بتعامل معاك بصراحه وانت دايما بتتكلم معايا بصراحه، موضوع عدم اشراك شريف اكرامي كحارس اساسي في مباراه زيمبابوي الماضيه، شايف ان هو مؤثر على شريف نفسيا؟ وهل كنت تتوقع ان هو يبدا اللقاء مكان عبد الواحد؟ واحنا طبعا هنا ده المنتخب المصري طبعا بيهمنا اكيد الفوز ايا كانت اللعيبه اللي بتلعب. بص هو احنا يعني لما بنيجي نسترجع شويه قبل مباراة زيمبابوي كان في مباراتين وديتين لعبهم شريف، مباراة تشيلي وشريف اللي لعبها، مباراة قطر شريف اللي لعبها، انما في الاول وفي الاخر طبعا الحمد لله رب العالمين ما اثرش على شريف خالص، بالعكس يعني شريف من اول تمرينه وهو جاي مركز جدا، وخلاص احنا فتره المنتخب دلوقتي خلصت لحد ما نخلص الثلاث مباريات اللي جايين دول وبعدين بعد كده هينضم للمنتخب. بالعكس شريف يعني جاي بالعكس روحه عاليه جدا، عنده طموح انه يلعب منتخب مصر الفتره اللي جايه، فانما موضوع ان عبد الواحد يلعب او شريف يلعب دي بتاع المنتخب يعني، ما سيبها للجهاز الفني طبعا والكابتن برادلي وكابتن زكي وكابتن ضيا، احنا بنساند سواء شريف تعالى ثواني كده، سواء كمان يعني انت بتنادي الشريف ده كويس قوي، احنا بنتكلم عليه يكون معانا في اللحظه. لا هو سواء بص احنا بنساند اي حد سواء عبد الواحد بيلعب او شريف بيلعب منتخب مصر، وفي الاخر طبعا ده منتخب مصر وكلنا بنقف في ظهر المنتخب وبنساند عبد الواحد او بنساند شريف او حتى الشناوي، اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. والفتره طالما في منافسه شريفه اعتقد اي حد بيلعب طبعا بنتمنى ان ربنا يوفقه وفي الاخر نوصل كاس عالم ان شاء الله 2014. شريف كابتن طارق قال ان عدم مشاركتك كاساسي في مباراه زيمبابوي لم يؤثر عليك نفسيا خاصه في اللقاء النهارده، انت انا عارف بتتعامل بشكل احترافي جدا ما عندكش مشكله، بدليل النهارده رغم ان في كورتين ومنهم واحده زي ما بيقول كابتن طارق انها كره المباراه، لكن انك تعاملت معاها بشكل جيد، تعليقك ايه؟ والله زي ما قال كابتن طارق رامي احنا منتخب مصر وانا اتكلمت في الموضوع قبل كده مش اول مره وما فيش اي مشكله اي حد يشارك، احنا اهم حاجه مع المكسب والتاهل لكاس العالم بمين، والكلام ده بنقوله واحنا يعني لعيبه بينا ومن بعض والجهاز بيقوله لنا واحنا المعسكر اللي فات، يعني احنا في الاول وفي الاخر هم بيلاقوا صعوبه ان هم ينقوا 11 لعيب، فدي كلها يعني شرف لكل لعيبه، معنى كده ان كل اللعيبه جدير انها تاخد المراكز، فما فيش مشكله يعني كلنا بنجتهد وكل واحد هيبقى ليه دور في التوقيت اللي ربنا كتبه له باذن الله. تركيزك النهارده طوال ال 90 دقيقه ساعدك انك زي ما بقول بتتعامل مع الكرات القليله اللي جات لك بشكل متميز، تعليمات من الكابتن طارق ولا هو ده سمه اساسيه خلاص بقت موجوده في شريف؟ على طول كابتن طارق بيقول لي قبل كل ماتش وبين الشوطين لازم من اول دقيقه لاخر دقيقه، مش معنى ان ما بيجيش حاجات الشوط الاولاني احنا هنقعد نفس السيستم شوط تاني، لا بالعكس انت ممكن تقعد 90 دقيقه ما يجيكش حاجه ويجي لك واحده صعبه، فلو انت مش مركز مش هيبقى تعاملك معاها كمان ينبغي، فكابتن طارق على طول بيربيني النقطه دي والحمد لله يعني كسبنا النهارده 2-0 واحنا كنا محتاجين المكسب ده وان شاء الله مزيد من الانتصارات المباريات الجايه باذن الله. اخيرا كابتن طارق تقول ايه لشريف اكرامي؟ وعايز اتكلم كمان على سياسه انت بتتبعها سواء مع شريف واحمد عادل وابو السعود، انا شايف ساعات بيبقى في التبديلات بيبقى في احمد عبد المنعم في وقت ابو السعود في وقت تاني. بص هو يعني طالما في حارس مرمى بيلعب وبيأدي بشكل كويس فده المكان ده بيتثبت، فالاثنين بيتمرنوا بشكل كويس جدا سواء عادل او ابو السعود. في الفتره الاخيره دي احنا يعني انا كلمت كابتن حسام وكابتن حسام اقترح ان احنا ايه طالما ابو السعود وعادل بيتمرنوا بشكل كويس وقريبين فيبقى ده ماتش وده ماتش متواجدين يعني بشكل ده مباراه وده مباراه، وحصل طبعا في مباراه كينيا والمباراه اللي جايه ان شاء الله، ولكن طالما هما الاثنين بيتمرنوا مفيش حد مقصر فيهم سواء عادل او ابو السعود، فبنحاول ان احنا برضو ندخل ده يعني ده يبقى قريب وبرضه ابو السعود يبقى قريب، المنافسه بينهم شريفه، هم اخواتي الصغيرين الحمد لله في احترام بينا متبادل، وده يعني الحمد لله باين في الفتره الاخيره ديت الحمد لله رب العالمين. النهارده بعد المباراه يمكن اول واحد راح بارك لشريف احمد عادل وابو السعود، ودي ده سمه النادي الاهلي وسمه ان انت بتلعب في النادي الاهلي، فاعتقد ان الحمد لله رب العالمين الامور ماشيه بشكل كويس جدا، اتمنى اللي جاي يبقى افضل لشريف تركيزه يبقى اعلى كمان، شريف ان شاء الله عنده افضل من كده بكتير كمان ان شاء الله، برده مع المباريات كتر المباريات وتركيزه الحمد لله رب العالمين الفتره الاخيره ديت نفسيا الحمد لله شريف مستريح جدا جدا نفسيا، المعامله الحمد لله زي ما بقول لك احنا اخوات في احترام بينا احترام متبادل، ان شاء الله الفتره اللي جايه برده هيبقى افضل لشريف باذن الله، اتمنى يا رب ان يبقى له دور ايجابي ان شاء الله مع منتخب مصر ان شاء الله. شكرا. ده كان لقاءنا مع الكابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى.